لو معاك فدان أرض وأنت سايبه، وجيت أنا زرعت الفدان وخضرته وعمرته وصلحته بيجي بستان، البستان ده بتاعي ولا بتاعك؟ أمريكا والهنود الحمر. عام 1942 وصل كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا، ومن بعدها بدأ الاستعمار الأوروبي لأمريكا، وكانوا يقتلون كل من يعترض طريقهم من السكان الأصليين وهم الهنود الحمر. وبما انهم ناعمين ويدهم طرية، ما قدروش على الاشجار التقيلة الموجودة في امريكا، ميلوا على افريقيا، نزحوا منها 2 مليون افريقي واستعبدوهم، وعشان ينقلوهم كانوا محتاجين مراكب كتيرة خالص. استعملوا اردأ انواع المراكب، خشبتين ويلا، مات يعني يجي نصهم في المحيط، واللي وصلوا لو ماتوا كان احسن لهم. استعباد بطريقة غريبة الوصف، ده انت لو قريت بطنك هتوجعك من طرق التعذيب اللي كانوا بيستخدموها الامريكان ضد الافارقة. هما في الوقت ده كان اسمهم الأوروبيين، لسه ما أسسوش الدولة. يعني أمريكا اتبنت على أرض مش أرضهم، وكمان اللي بنوها أفارقة مع الجلد والتعذيب، ومش معاهم حاجة غير حقوق الإنسان. حقوق الإنسان فين؟ هو الإنسان ده فينه؟ وكمان بيتهموا الدين الإسلامي بالوحشية، وانتوا عارفين كويس من أكتر اهتمامات الدين الإسلامي هو تحرير العبيد في الوقت اللي كانوا هما بيستعبدوا فيه الناس. دلوقتي عاد قولي الفدان ليا ولا ليك؟ وفي بتاع هنا خلي لونه احمر يا اخي، بيض الله وجهك. عمال اعمل فيديوهات ومنتج وارفع، اعمل ومنتج وارفع ومفيش فايدة، حرام عليكم. اعمل ايه؟ أعمل.